لا ما يمكنش خاصها تكون، باش كيكون الاحترام الكامل، لان باش هذاك عقد الجواز الا طلبوا لهم ضروري خاصو يكون، باش كيكون الاحترام، الاحترام المراه خاصها تدخل مع راجلها لا يطلبوها منهم قانونيا، حيت المسطره القانونيه كتحميك بهذا العقد الزواجي. لا هذا ما يمكنش، حيت الا ما كانش هذاك عقد الجواز غتولي واحد الفوضى كبيره، اي واحد عنده صديقه ولا هذا يمكن له يدخل، اما عقد الزواج كيكون فيه الاحترام الكامل يعني ضروري منه، انا بعدا شخصيا كنقول ضروري منه نظريا. هادشي اللي كان اولا قبل كل شيء لابد اننا نعرفوا اننا المساله ديال عقد الزواج اللي كيطلبوه من الوطيلات فمازال ما كاينش شي حاجه اللي هي مفعول اللي هي تم تفعيلها، ولكن فقط هناك مناوشات وبعض الجوانب في السوشيال ميديا. فمن وجهه نظري وفي تقديري انه لا بد من وجود عقد الزواج في بالنسبه للوطيلات نظرا لما يترتب عنه من 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 امن والى غير ذلك. فكما هو مطالبين ايضا ليس فقط في الوطيلات، كذلك يجب تعميم هذه العقد الزواج على الشقق كذلك المفروشه والى الاقامات المفروشه من اجل الامن والامان والاطمئنان. الراي ديالي لا خصو يطلبوا لاكت، عرفتي علاش؟ حيت دابا ما بقينا كنعرفوا المجوجين من طلقين، فتفهميني على هذا الشيء اللي تيوقعوا هذا الاجرام وهذه الخيانه الزوجيه منين كتجي؟ حيت ما المراه كتكون ما هي مجوجه ما هي مطلقه ما كتعرفي والو، تخلطت اختي الوقت ما كنتي تنعرف انا والو، كانت الحشمه والعارات. دابا انا هذاك اللي كيقول لا لا ما معاش اختي، انا ماشي في الافكار. وهاد وهبي شكون هو؟ وزير. ويلا دار تما دخلها اللوطيل وداروا شي اجرام، شكون اللي غيمشي للحبس؟ غيمشي هذاك اللي دخلهم ستر عليهم صاحبتي. لا لاكت ضروري نعرفك شكون انت، هي الشخصيه ديالك، واش مراته ولا ماشي مراته؟ ايوا هي غادي نبقاو حنايا غاديين في الفساد. لا 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 انا ما معاش في هذا الشيء. لاكت مراتك بسم الله غادي تخرجي على مول لوطيل وتخرجي على راسك، سمعتيني شنو نقول لك؟ السلام عليكم ورحمه الله. الوغ بالنسبه للموضوع ديال عقد الزواج والالغاء ديالو داخل الفنادق المحليه بمدينه الرباط او في جميع المدن، كما جا في الخطاب اللي كنقدمه السيد وهبي على اساس انه تم الغاء العقد الزواج اللي كيتم يعني الاحاله ديالو على الريسبسيون ديال لي زوتيل، كون كوا كيكون ان جيستيف كو كاينه علاقه شرعيه قانونيه اسلاميه كتجمع ما بين ديك السيده والسيد اللي كيطلبوا انهم يباتوا او يقضيوا واحد الوقت ديالهم داخل غرفه مشتركه. اللي زاد وضحوا السيد وبي هو انه يعني ما كاين حتى شي قانون او لا شي حاجه، يعني كما كنقولوا حبر على ورق اللي كيدل على انه وجب إحضار هذاك العقد الزواج والإدلاء به عند الدخول أو لطلب غرفة داخل فندق ما. يعني كما هو يعني كيدوي من الناحية المنطقية العقلانية ديال أنه لا يوجد أي ورقة توثق هذا القول، كما خرجوا بعض المنابر الإعلامية أو خرجوا بعض مدراء او لا ديجاسيونير اللي كي عندهم بعض الفنادق اللي كيقولوا بانه هذا متعارف عليه فقط ما بين الناس وما بين الناس ديال الفنادق، يعني اصحاب الفنادق المحليه، لانه متعارف عليه فقط انه هذا كيكون واحد يعني فقط. هو علاش دار بعد هذا الطلب؟ هذا الطلب ديال هذاك الادلاء بهذيك الوثيقه او هذاك عقد الزواج فقط، يعني لانه كيامنوا هذاك المبيت، يعني كيكون يعني المهم ما كيمشش بالحياه ولا بالاساسيات او القوانين اللي كتحط عليها الدوله اللي هو ايجاد العلاقات الشرعيه ما بين الازواج.